اهلا بيكم مشاهدينا وفقرتنا صحافتنا القوميه، منشطات الرئيسيه بنقراها مع حضراتكم، وما بين السطور نقراه من خلال تصنيف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. استاذ رفعت صباح الخير. لسه ما انضمش لينا. الخبر الاول عندنا وهو النشط الرئيسي لجريده الاهرام، تسخير الامكانات المصريه للقضاء على جائحه كورونا في افريقيا. خلال مشاركته في اجتماعية مكتب قمة الاتحاد الافريقي عبر الفيديو كونفرنس، الرئيس طالب المجتمع الدولي بإتاحة اللقاحات لشعوب القارة بشكل منصف وعادل. استاذ رفعت صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا استاذ انور. الله يخليك. استاذ رفعت ازي حضرتك؟ كنت الخبر الاول اللي هو النشاط الرئيسي للاهرام، وهو الرئيس السيسي خلال اجتماع هيئه مكتب قمه الاتحاد الافريقي بمشاركه نظيره الفرنسي ماكرون، وكان الحوار حوالين جائحه كورونا في افريقيا. تعليق سيادتك. ده طبعا كان اجتماع هيئه المكتب الخاص بالاتحاد الافريقي استاذ محمد، وبتقنيه الفيديو كونفرنس، وزي ما حضرتك اشرت بالخبر ان الرئيس الفرنسي ماكرون شارك بالفيديو كونفرنس ايضا في هذا المؤتمر، نظرا لاهتمام فرنسا بالقاره الافريقيه بشكل كبير جدا، وهناك دول عديده في افريقيا تتحدث الفرنسيه حيث كان الاحتلال الفرنسي في هذه الدول قبل ذلك. لكن نعود الى الجزء الخاص بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اللقاء، وعندما أكد على أن مصر دائما نظرا لموقعها المتميز في إفريقيا ونظرتها الحالية منذ ثورة 30 يونيو في مصر في للقارة الإفريقية، ونحن جزء أصيل من هذه القارة، ولم تعد مصر تدير ظهرها لدول القارة الإفريقية كما كان قبل ذلك. مصر عليها دور كبير جدا، خاصة أنها كانت قد تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في العام الماضي أي قبل الماضي، ودورها هنا تعمل على تسخير كل إمكانياتها للقضاء على جائحة كورونا في إفريقيا، نظرا للخبرة التي استمدتها مصر من التجارب التي قامت بها في مصر والتعامل معها. وأيضا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته لكل دول العالم المتقدم بتوفير اللقاحات بشكل عادل ونسبة معقولة بأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الاقتصاد للدول الإفريقية، هذه اللقاحات حتى تساهم هذه الدول في مساعدة الدول الإفريقية الفقيرة في مواجهة هذه الجائحة. ولهذا طالب المجتمع الدولي بإتاحة اللقاحات لشعوبنا بشكل منصف وعادل دون النظر إلى أن ما دام إحنا الدول الغنية ونحن جزء منا ينتج اللقاحات نهتم بنفسنا ونترك الآخرين، لأن دي جائحة عالمية يجب أن يتكاتف العالم كله في مواجهتها، خاصة العالم كله أصبح قرية صغيرة. يعني أنا مش هاخد أنا لقاح لأبناء الدول الغنية وأبناء الدول الغربية أو القادرة على توفير اللقاح وأترك الدول الفقيرة، ما هي حركة التبادل والزيارات من الدول الفقيرة إذا لم يكن تم إعطاء اللقاحات لأبنائها. وهي بدأت فين؟ مش بدأت في الصين وانتشرت العالم كله؟ بالضبط. فإذا العالم كله لابد أن يتكاتف، لأن جائحة عالمية لابد أن يتكاتف في مواجهة الكل بإذن الله. هروح مع حضرتك للأخبار الصفحة الخامسة. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الباكستاني. السيسي تعزيز التعاون مع إسلام أباد لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كإحدى أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. تعليق حضرتك يا فندم. طبعا هو كان لقاء مهم امبارح ما بين وزير الخارجيه الباكستاني والرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زياره وزير الخارجيه الباكستاني لمصر لبحث تعزيز العلاقات ما بين مصر وباكستان. وباكستان كما نعرف دوله اسلاميه كبرى وعلاقتنا بها قويه جدا منذ ايام اشتراكها واشتركت معنا في تشكيل ما يسمى بمجموعة دول الانحياز.
وبلا شك ان هذه الزياره بالاضافه الى انها بحثت ملف العلاقات الثنائيه بين البلدين بحثت ايضا تعاون الدولتين في مجال مكافحه الارهاب، وده يمكن ما صرح به وزير الخارجيه الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي في حواره اليوم ايضا لجريده الاهرام، واكد ان احنا نرغب في تعزيز تعاوننا مع القاهره بمجال مكافحه الارهاب، لان يمكن جزء من الجماعات المتطرفه والمتشدده الفكر واللي فاهمه نقول الدين بشكل خاطئ ونظرا لتجاور باكستان مع افغانستان، وان عارفين كلنا ما هو موجود في افغانستان من تطرف ديني وتطرف فكري وجماعات متشدده، فبلا شك في هناك جماعات ارهابيه متعدده، حتى قاده الارهاب اللي كانوا موجودين في افغانستان جزء منهم كان يختفي او يتوارى في باكستان، ولهذا الموضوع مهم جدا ان احنا نناقشه ونبحث كيفيه مواجهه هذا الارهاب ما بيننا وبين باكستان. طبعا اللقاء امبارح ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي وبين وزير الخارجيه الباكستاني هيفتح مجال افاق جديده للتعاون بين البلدين، وايضا لزياده العلاقات الاقتصاديه بينهما بشكل اكبر مما كان قبل ذلك. تمام. من جريدة الجمهورية: مدلولي في اجتماع مجلس الوزراء الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين على أجندة الأولويات، وإشادة عالمية بانتعاش النظام الصحي في مصر، مناقشة مشروعات القوانين في لجان البرلمان قبل عرضها على الحكومة، منع البائع الجائلي من البيع بالقطارات والمحطات والحبس للمخالفين، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة أثار التقلبات الجوية، الموافقة على إنشاء أو على عمل قانون لإنشاء نقابة لخريجي الكليات التكنولوجية. يعني من الواضح أنها عدد من الموضوعات ده في خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، وفي هذا الاجتماع أشاد الدكتور مصطفى بالانفتاحات التي حدثت في الإسماعيلية في المجال الطبي وزيادة الإنفاق على الصحة للفرد بمعدل 7.11%، وفي أن مصر جاءت في المستوى الرابع لقياس مدى استعدادها لمواجهة المخاطر والطوارئ. كلها أخبار الحمد لله تعتبر أخبار إيجابية، حتى خبر إنشاء نقابة لخريجي كليات التكنولوجية ده خبر جديد كان بيثير اللغط كثيرا، لأن في كل الكليات التكنولوجية عايز تنضم إلى نقابة المهندسين، ونقابة المهندسين رافضة لعدد السنوات والمناهج غير المناهج التي تدرس في كليات الهندسة، وبالشكل ده أعتقد أن الأمور اتحلت. تعليق سيادتك. طبعا بالتاكيد يا استاذ محمد، وانا هبدا من اخر جزء حضرتك اتكلمت فيه بالنسبه للموافقه على قانون انشاء نقابه خريج الكليات التكنولوجيه. احنا عندنا دلوقتي حوالي 3 جامعات تكنولوجيه الخريجين بتوعهم بيدرسوا 4 سنوات، وهي مواد تطبيقيه في المقام الاول، وما كانش لهم توصيف طب هم يبقوا تبع نقابه ايه. لو المهندسين ما تنفعش المهندسين، لان الدراسه في الهندسه 5 سنوات، وده هتفتح الباب على مصراعيه لكليات اخرى مشابهه تقول طب احنا برضو زي نقابه او خريج كليات التكنولوجيا نضم للهندسه. فاما يتعمل لهم نقابه خاصه بهم اعتقد زي ما حضرتك اشرت حسم الجدل واللغط حول هذا الموضوع. ناتي الى الموضوعات الكثيره الهامه التي ناقشها مجلس الوزراء امس بالنسبه للخدمات الصحيه للمواطنين. طبعا دور الدولة وما تقوم به دلوقتي وحتى مشروع 100 مليون صحة والتوان، زي ما شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحاته الأول أمس في الإسماعيلية وبالفيديو كونفرنس في كثير من المحافظات، المنشآت الصحية والمستشفيات الصحية المتعددة والمراكز الطبية التي تم تشييدها على أعلى مستوى، ده لاهتمام الدولة بالرعاية الصحية في المقام الأول، لأن أي بناء لدولة بشكل سليم
لابد أن يعتمد على الصحة والتعليم. الجزء الآخر اللي ناقشه مجلس الوزراء، أنا اسمح لي طيب بس أستوقف حضرتك حاجة كده. نعم. هو إحنا بنمهد للتأمين الصحي الشامل. لا احنا مش بنمهد، احنا بدأنا نطبقه يا استاذ محمد وظبطناه. انا اقصد تمهيد لتعميمه على مستوى الجمهوريه، لكن بقى الاسراع في عمليه التنفيذ هو دلوقتي اللي الدوله. لا انا عايز بس حضرتك توصف لنا، لان حضرتك سافرت الدول الخارجيه كثيره، ما شكل التامين الصحي الكامل مثلا في دوله زي امريكا، في اوروبا، في استراليا، علشان خاطر الناس تضع الامل او تضع الطموح لهذا الفكر. شوف اقول لحضرتك حاجه، يمكن التامين الصحي في دول اوروبا كلها ما فيش، اقولك ان الدوله تتحمل نصيب الناس الغير قادرين، وخلاف الكل لابد ان يدفع نسبه مشاركته في التامين الصحي، والدوله بتساهم بجزء، والهيئات والمؤسسات والشركات التي يعمل فيها الفرد بتساهم بنسبه. حتى عمليه الناس اللي ما بيشتغلوش عندما ياخد اعانه بطاله هنا لفتره محدوده عشان يبحث عن فرصة عمل وخلافه، عشان ما يبقاش يستمرئ الفلوس اللي بياخدها من الدولة وأثناء تعطله عن العمل. لكن نظرا للتكلفة الرهيبة للتأمين الصحي، وعشان يبقى فيه تأمين صحي شامل، لابد تكون كل المنشآت الصحية على مستوى الدولة على أعلى مستوى، ومن حق المواطن أن يختار ما بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وخلافه. وبالتالي بعض المشاريع للتأمين الصحي على مستوى حتى دول العالم المتقدم كانت بتواجه صعوبة، بعضها فشل. الحمد لله احنا عندنا يعني الدولة بدأت تضع الأسس التي تعمل على نجاح هذا المشروع من البداية، ويمكن هنا بدأت الدولة مؤخرا تفكر في الإسراع أو تسريع تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، ومن هنا الاهتمام بالمنشآت الصحية المختلفة وتعظيم الإمكانياتها حتى تكون قادرة على تقديم خدمة صحية جيدة. من ضمن الموضوعات اللي ناقشها امبارح مجلس الوزراء، وده مهم جدا، أن مناقشة مشروعات القوانين تبقى في لجان البرلمان قبل عرضها على الحكومة، عشان عندما تنقحها لجان البرلمان وتعرض على الحكومة ثم تعرض بعد ذلك على مجلس النواب في الجلسة العامة يكون هناك نوع من الاتفاق عليه. الجزء المهم واللي أنا بحيي فيه وزير النقل عندما قرر منع الباعة الجائلين من البيع بالقطارات والمحطات وكده، وأن يكون هناك حبس للمخالفين، لأن بلا شك فعلا كان شكل عشوائي للأسف وغير حضاري، ومن هنا تم الاتفاق على منعهم منعا باتا من أن هم يظهروا لا في المحطات ولا في القطارات، ويكون عقاب في هذا المكان. تمام. أروح مع حضرتك للأخبار الصفحة الثالثة. 28 فبراير آخر موعد للتقدم لمبادرات السداد الفوري لمستحقات المصدرين. وزير المالية خصم 15% على المبالغ المقررة، وصرفنا 21.5 مليار جنيه خلال العام. وده اللي أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات المصدرة، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات من 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة. نقرأ أكتر ونعرف أكتر عن هذه المبادرة يا فندم. أنا يمكن عايز أبسط بس في هذا الخبر للسادة المشاهدين، لأنه خبر مهم جدا. أولا كل دول العالم عشان تحقق ميزة لتصديرية للمصدرين بتاعتها بمنتجاتهم بره، لابد ان الصادرات دي من بره تبقى في سعر تنافسي بين هذه الصادرات وبين نظيرتها من الدول الاخرى اللي عامله صادرات. فمثلا انا عايز اصدر منتجات نسيجيه، قمصان واي كان نوع، لما الاقي دول اخرى بتقدم نفس المنتج بتاعي بتصدره لدول العالم بسعر اقل، فهنا لابد ان انا اقلل السعر بتاعي، هنا لابد الدولة تخش عشان تدعم المصدرين وتعطي لهم جزء من التكلفة، نقول عشان تقدم هذه المنتجات برا بسعر اقل. كان فيه مديونيات على الدولة وللمصدرين دول انه من سنة 2010، ولعدم قدرة الدولة على سداد هذه
المبالغ للمصدرين. هنا بدأت الدولة دلوقتي تعمل مبادرات، اللي يجي عايز ياخد فلوسه اللي كانت مقررة ليه كدعم من الدولة، كدعم من الدولة لهؤلاء المصدرين، وياخدوها فوري، يتخصم من قيمتها 15%، لأن وزارة المالية هتاخد الفلوس من البنوك وتديها للمصدرين عشان فرق التكلفة أو تقليل من التكلفة اللي هم هيتحملوها برا، وبالتالي هي تتحمل الجزء الآخر من الفلوس اللي هتدفعها وزارة المالية للبنوك على مدى 3 سنين. فإذا المصدرين اللي يتقدموا دلوقتي وعشان ياخدوا مستحقاتهم المؤجلة في موضوع دعم الصادرات من قبل الدولة وعايز فلوسه فوري، يتخصم منها 15% مقابل ان هو ياخد الفلوس دي كاش. الميزة هنا حضرتك ايه؟ حاجتين: ان انا بشجع التصدير للخارج والمنتجات المصرية واتوسع فيها واعمل ميزة تنافسية لمنتجاتنا بره، وفي نفس الوقت اساعد هؤلاء المصدرين ان يدخلوا كمية كبيرة من العملة الصعبة داخل الدولة عشان تضخ في الاقتصاد المصري، وبالتالي يبدأ تدعم الاقتصاد بالنسبة للعملة الصعبة وتوفرها في السوق، وبالتالي ينخفض قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري ونقوي الجنيه المصري في هذا المجال. هذه هي المبادرة أو ملخص، ودي المبادرة الثانية بالمناسبة وليست الأولى. وزي ما أشار وزير المالية إن في خلال العام الماضي صرفنا بس للمستحقات المصدرين كدعم للمصدرين من الدولة 21.5 مليار جنيه، وده هيشجع الشركات انها تبدا مره اخرى في التصدير، عمليه التصدير، وتزيد من حجم التصدير. طالما الدعم اللي كان يعني نقدر نقول متوقف او كانوا فاقدين فيه الامل بدا يتم سداده ليهم، ولكن بخصم 15%، واعتقد انه ده وبالمناسبه يعني كثير من دول العالم بتعمل كده لدعم صادراتها عشان تتنافس مع صادرات الدول الاخرى. نتمنى انه تزيد الصادرات باذن الله، ودي على فكره بتبقى الفرصه التنافسيه فيها بتبقى كبيره. بالضبط بالضبط، يعني يجب ان احنا نكون حريصين على التمسك بهذه الخطوه يعني. نعم. ننتقل الى الملف الليبي المنفي. يحدد ابرز مهام السلطه الانتقاليه في ليبيا، الامم المتحده تجدد طلب اخراج القوات الاجنبيه والمرتزقه. حدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ابرز الاهداف والمهام امام السلطه التنفيذيه المؤقته التي تم انتخاب اعضائها مؤخرا في جنيف من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. دعا المنفي بعد وصوله طرابلس مساء أمس الأول الجميع إلى التكاتف للوصول إلى الدولة المرجوة وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار من ينوب عنه في حكومة وبرلماني القادم. يعني دعائنا يا رب يعني تعدي ليبيا الأزمة. ولكن الخبر يعني ده المكتوب، لكن في صورة أنا عايز برضه تعليق سيادتك عليها. مكتوب جانب من احتفال الليبيين بذكرى الثورة. الصورة لما نيجي نقراها شوية نلاقي معظم اللي موجودين أعمارهم صغيرة، حتى يعني ما وصلوش مرحلة الشباب. ماذا يعني أو ماذا تعني هذه الصورة أو ماذا يعني تقديم هذه الصورة؟ رئيس يعني احنا مش هنفترض سوء النية من بعض الجامعات، وان كان ده واقع استاذ محمد في ليبيا، اللي ما عجبهمش الاتفاق التي راعته الامم المتحدة، وكان بصراحة هي اللي ورا نجاحه في ان احنا نعمل سلطة مؤقتة ما بين سلطة رئاسية او مجلس رئاسي ثم رئيس حكومة، وعلى اساس ان يجهزوا للانتخابات البرلمانية اللي هتتم في نهاية هذا العام. هذه السلطة المؤقتة سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة التي من المنتظر أن تتم خلال 10 أيام من الآن، ستعمل كما صرح رئيس المجلس الرئاسي، هدف أن تكون ليبيا إصرار على أن تكون ليبيا دولة واحدة، ألا تعظم الانقسام أو تستجيب لأي قوة تريد تقسيم ليبيا، أن يكون هناك توحيد للقوة العسكرية الليبية، جيش واحد فقط. نمرة 4 ان لابد من خروج المرتزقة الاجانب الموجودين في ليبيا، ودي من الملفات الخطيرة
التي تواجه السلطة المؤقتة حاليا، لكن تكاتف بقية القوى والشعب الليبي مع هذه السلطة المؤقتة أعتقد أنه ستنجح في ذلك، لكن ستواجه صعوبات، ستواجه محاولات لإفشال جهود هذا وارد ومتوقع نظرا للمصالح الشخصية ومصالح بعض القوى الدولية وتدعمها لبعض العناصر داخل ليبيا لمحاولة إفشال هذا الاتفاق، وأن ليبيا لا تعود إلى ما كانت عليه دولة متماسكة. وإن لم ينجح هذا الاتفاق فليبيا مهددة بالتخييم والانهيار. بالضبط. نتمنى إن شاء الله أن السلطة الحالية سواء كانت من مجلس الرئاسي أو مجلس الوزراء الجديد أن ينجح في ذلك. يا نتمنى. هروح مع حضرتك الخبر خاصة أكيد بالتقلبات الجوية اللي شهدتها مصر كلها، صقيع وأمطار بالمحافظات وطوارئ في الداخلية والمدن الجديدة. والخبر بيقول أن بعض المحافظات تشعر بالتحسن، لكن بعض المحافظات لسه فيها استمرار لسوء الأحوال الجوية، لكن من المتوقع أن النهاردة تتحسن الأوضاع. لسه في فرص لسقوط الأمطار في بعض المحافظات زي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية، الفرص أقل بالنسبة للمحافظات الأخرى. لكن تعليق حضرتك على تعامل أجهزة الدولة مع هذه الأمطار وموجة البرد القارس؟ لا أعتقد أنها تعاملت أستاذ أنها بحرفية كبيرة جدا، ويمكن ما حصلش فيها الحاجات اللي هي خارجة عن الإرادة، يعني زي ما حصل انهيار جزئي في 3 عقارات في اسكندرية أو غرق لانش في بورسعيد، لكن تم إغلاق الموانئ المصرية، شفت كل المياه المتجمعة في أي شوارع ولا حاجة، تم وقف الملاحة في كثير من المواني حتى تهدى الأمور، لكن في جميع الأحوال انتظمت أيضا حركة الطيران في مطار القاهرة. البعض كان بيرى ان هل دي شيء طبيعي هذه التقلبات او غير طبيعية، لا هي طبيعية، احنا في اواخر الشتاء، انما في تعبيرنا احنا الدرج احنا في شهر امشير ده شهر زوابع زي ما بيقولوا، هو انخفاض درجات الحرارة. احنا لو بصينا لاوروبا دلوقتي درجات الحرارة فيها في الاسبوع الماضي وصلت الى ان تحت الصفر، ما بين 10 و20 و30 تحت الصفر، فاذا هو ده طقس متوقع، في تقلبات، هو كده الشتاء في الاخر، انما ان شاء الله من المتوقع ان بدءا من يوم الجمعه غدا تبدا الامور تتحسن بعض الشيء ان شاء الله. باذن الله تعلم، يعني ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع، واحنا بنشكر حضرتك جدا على تعدي على خير ان شاء الله. شكرا استاذ نور، شكرا شكرا ليك يا استاذ نور، شكرا في المحاضره.